خميس 20 اكتوبر عالصباح في الاخبار والرنقة في بين يدين الثوار عنفة الانتصار بعد طول انتظار الناس كلها تستنى وش راح يكون العقاب الضرب والاهانة البساق والسبان غرمة السن الرحمة من اللي وصفتيهم بالجرثان دار السمانة كان حس بروحك اسير حرب لافير داخل فيها الغرب سجي روحك بتتعذب موت صعيبة مشوا بك حسيفة حبينا برك نرقص عليك وانت شيفة الولاد البرع لفوتو ديري لاشان والراح الجبارود بتاعك يا انسان تنكيل بالجثة تاع رمز تاع دولة وش من الفايدة اللي راح ترجع عالثورة الرئيس اللي كان كل قمة عربية يسب امريكا اليهودية جم يدور ظهره للقضية المواطن اللي كل الدارجي تراهم البترول وعنده ديبلوم يدي 1600 اورو ممنوع الخمور الدعارة والله دروق عشية دارة حجزوه الجزاء الموفور ليجندري نقاف في ريست بيس تحية نظامية للقاعد الرئيس شوف الوقت يلحقنا ليه شوف مش دخلوا للتاريخ مسلم ضد المسلم بالكفر يستعين طص في امريكا طص في حلف الناطو لا على بالهم بالحيين لا على بالهم باللي ماتوا زعيم هدر هدر ضحكوا على الحكام دور علينا دالة ويديرونا كيف صدام لا اله والحياة ما دام من بكر ارض المسلمين المستدفع مسلم صعب والمسلمين ما حبيتش تحفظ الدار صعب من باب الانسانية نحضر ناطر مش نيبور ومش نيكونتر في الاسلام العسيرة وما يتكلش لي ما فهموش الفيلم مدي بارد والافان تحمو كله راح تكون كيف تعجزة سينما جينوسيد في تضليل كبير دوزيام سكس بيكو جديد عودوا بيخارج في الشرق الاوسط في الجديد كونتر أمة التوحيد لجوي فليك في الليدة خلي الدنيا ريم بالميديا خلي لي كاميرا تتنصب خلي تتكرع صالعرب غير مشي فافا عباد عمدوا من مانتا خلفية تاع الحاد عباد عبدوا المانتا عجل المانتا دور إبادة عباد في غفلة كغوثاء السيل مسلمين عم في سوبات معالم تاع مستقبل مشهول بانيك ودمومات فرطوف العربي مش رايحة تنوض حتى تطوف المدة من الكبور نظام كفر اقتصادي اوهن من بيت العنكبوت لي تقسو لي زنبو لا تقسو في زنبو يدور لافاج دي سرفو الاب الروحي تاع الفتنة وفي بلاصة مخبي توب سكري بلا فان فان زعما وي فايت ذا باور دي سيناريو من الويست بدمومات لوكالة باش تتبدل المنطقة من صراع اسرائيلي اسلامي الصراع الشيعي اسلامي اليهود والنصارى اي ما ترضاش حتى نتبعو دينها القرضاوي انا افتي الضباط والجنود الذين يستطيعون ان يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم ان يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل بينو بين مولاه حسبنا الله ونعم الوكيل الله اعلم بالاصويت ليجندري نقاف في ريست بيس تحية نظامية للقاعد الرئيس شوف الوقت يلحقنا ليه شوف مش دخلوا للتاريخ مسلم ضد المسلم بالكفر يستعين طص في امريكا طص في حلف الناطو لا على بالهم بالحيين لا على بالهم باللي ماتوا زعيم هدر هدر ضحكوا على الحكام دور علينا دالة يديرونا كيف صدام ليجندري نقاف في ريست بيس تحية نظامية للقاعد الرئيس شوف الوقت يلحقنا ليه شوف مش دخلوا للتاريخ مسلم ضد المسلم بالكفر يستعين طص في امريكا طص في حلف الناطو لا على بالهم بالحيين لا على بالهم باللي ماتوا زعيم هدر هدر ضحكوا على الحكام دور علينا دالة يديرونا كيف صدام ليجندري نقاف في ريست بيس